زيادة عن اللزوم. والله العظيم انا مشكلتي في الدنيا ان انا طيب، الناس بتيجي عليا والناس بتاخد مني كل حاجة وانا ما باخدش منهم حاجة بسبب ان انا طيب. لا، شخصيتك ضعيفة يا بابا، شخصيتك ضعيفة، ما تصدقيش انك طيبة. الطيبة حاجة وضعف الشخصية حاجة تانية. الرسول عليه افضل الصلاة والسلام كان قوي وطيب، كان قوي ولين، كان قوي وبيعرف ياخد حقه، كان قوي وبيعرف يبادر، كان قوي وبيعرف يخوض المخاطرة، كان قوي وبيعرف يتحدى، كان قوي وبيعرف يتحمل مسؤولية نفسه ويتحمل مسؤولية أخطائه ويتحمل إنه حمل الرسالة ووصلها لينا. بكل صراحة أقول أنا شخصيتي ضعيفة، أنا باخد على راسي، وده مش عيب إنك تعترف بالغلط وتعترف إنك ضعيف الشخصية وتبدأ يا حبيبي تصلح. لكن هتفضل نايم في العسل كده، خليك نايم طول عمرك، والله ما هتعرف تنجز حاجة طول ما انت مصدق انك طيب مش شخصيتك ضعيفة. والنقطة رقم 6، الشخصية الضعيفة دي بتنسحب من المواقف اللي فيها مواجهة. اول ما تلاقي الشخص اللي قدامها تعصب تلف نفسها وهاتك يا هروب وهاتك يا جري، حتى ما بتعرفش ترد وتدافع عن نفسها. ممكن تتلقى الكلام السيء والتجريح في شخصيتها والتجريح في شكلها والتجريح في اعمالها، والله ما بتعرف ترد، والله بتهرب. اكتر المواقف جرأة بتتخلى عن السياق اللي هي فيه وبتطلع تجري، ما بتعرفش تواجه في المواقف الحاسمة اللي بتحتاج جراءة. اذا فالشخصية الضعيفة لا تمتلك الجراءة على الاطلاق، حتى الجراءة ما بينها وما بين نفسها ان هي تعترف باخطائها وتقول انا شخصيتي ضعيفة. لو عندك بقى النقطة دي في شخصيتك يلا علم علامتين صح، لان دي مهمة جدا. الشخصية القوية بتحتاج المواجهة، بتحتاج الجرأة في رد الفعل، فلازم تكون جريء علشان ما تكونش من ضمن الشخصيات الضعيفة. والجرأة مش ببجاحة، الجرأة مش بأذية الغير، الجرأة بحكمة، انك تكون جريء في اتخاذ المبادرة تجاه حدث بيتطلب منك انك تكون شجاع، انك تكون قوي، انك تعرف تاخد حقك، انك تدافع عن المظلوم، انك تتعامل مع نفسك بجرأة، مش بخوف ومش بهروب، ومش انك تقعد طول الليل تعيط على انك معرفتش ترد على فلان اللي اساء ليك. يا صديقي الحكمة انك تاخد حقك بحكمة بس. اما بقى النقطة رقم 8 بتقول ان الشخص ده دايما بيشتكي من احوال البلد، بيشتكي من الظروف، بيرمي اللوم على الاخرين، دايما عايش في الشكوى. اقسم بالله لو شخص زي كده في حياتي ما هعرفه ولا هسمعه. الشخص الشكاي، مش بتكلم اللي عنده مشكلة وجاي يطلب حلها، لا، الشخص اللي طول الوقت طول الوقت يشتكي، طول الوقت ده البلد كذا، ده انا شخصيتي كذا، ده انا ما انجزتش عشان كذا، ما عندوش حاجه ايجابيه بيتكلم عنها، دايما تفكيره في المستقبل بشكل خاطئ وشكل سلبي، وتفكيره من الماضي مرتبط باشياء سلبيه، فبالتالي بيعيش في الحاضر اللي هو فيه يشتكي وفقط. بره حياتي، مفيش حد هيقبلك، اقسم بالله هيهربوا منك. واكيد بتشوف ده في حياتك لو انت عندك الصفة دي. وبكده يا صديقي اكون ذكرت ليك صفات الشخصية الضعيفة. زي ما قلت لك لو عندك اي صفة من الصفات ديت علامة صح جنبها، ولو مش عندك هذه الصفة علامة خطأ جنبها، وجمع في الاخر. لو لقيت الصح اكبر من الغلط اعرف ان شخصيتك ضعيفة ولازم تصلح وفي اسرع وقت ممكن. ولو لقيت ان في اخطاء ولكن قليلة عن الصح، ابدأ صلح فيها هذه الامور بسرعة جدا علشان تمتلك شخصية قوية ويبقى عندك كاريزما وتعرف تواجه هذه الحياة الصعبة. نيجي بقى لأسباب ضعف الشخصية. وأول سبب من أسباب ضعف الشخصية هي التربية. الأب والأم بيتدخلوا في حياة الطفل، يا ابني أنت ما تاخدش قرار في الموضوع ده، أنت ما تتحملش مسؤولية كذا، فأنت مش قادر أنك تعمل ده فما تعملوش. مفيش روح مبادرة عندهم أنه يخلوا الطفل يمتلك ثقة أنه يقدر يعمل حاجة حتى لو كانت بسيطة. حتى أبسط الأشياء وأبسط القرارات هم بياخدوها عنه. ومش بس كده، ممكن يعيبوا في حاجة في شكله، يعيبوا في حاجة في جسمه، يعيبه في حاجة في شخصيته، في طريقة كلامه، في ذكائه. المهم بيبدأوا ينتقدوه في أشياء فالطفل بيتربى عليها، فلما يكبر يطلع كاره للمجتمع وكاره للناس ومش عايز يتعامل مع أي حد، فيحصل عنده تراجع في النفسية ويصبح شخصية ضعيفة. بسبب إيه؟ بسبب التربية. فلكل أب ولكل أم بيستمع ليا الآن، لو عاوز ابنك يكون شخصيته قوية، اوعى تعمل الحاجات اللي أنا اتكلمت عنها من شوية.
تاني حاجة التنمر، شكلك وحش، لبسك وحش، اسلوبك وحش، كلامك وحش، انت مش هتقدر، انت غبي، انت كذا، انت كذا بشكل سلبي. فكتر تكرار هذه الامور يسبب ضعف الشخصية. لو الشخص نفسه صدق هذا الكلام، لو الشخص نفسه ما عندوش تقدير ذاتي لهذه الامور، فبالتالي بتنعكس هذه الامور على شخصيته فبيصبح شخصية ضعيفة ومع الاسف. ويبقى كده انت عرفت اهم الاسباب اللي بتؤدي لضعف الشخصية. تعال اقول لك بقى ازاي تصبح شخصية قوية وتغير من شخصيتك بنسبة 180% وتقدر تواجه اي حد في اي مكان وتفرض شخصيتك على الجميع ويبقى عندك كاريزما. صديقي العزيز، عايز تغير هذه الامور، غير الصفات اللي انا ذكرتها وحولها للعكس. يعني زي ما انت قلت كده ان الشخصية الضعيفة لا تتحمل المسؤولية، يبقى الشخصية القوية تتحمل المسؤولية. فاعكس من السلبي للإيجابي وركز مع الإيجابي واشتغل أكتر من مرة على هذا الأمر، إنك تتحمل مسؤولية الشيء. واحدة في واحدة تلاقي شخصيتك بدأت تتغير من الشخصية الضعيفة للشخصية القوية بمنتهى البساطة. يعني الحل في المسببات، بمجرد ما تبص على المسببات لضعف الشخصية تقدر تحولها وتعكسها للمسببات اللي توصل لقوة الشخصية. وهنا الذكاء يتحدث يا صديقي، إن أنا بحاول أختصر لك الحلقة وحطيت لك نقاط الحلول هي نفس نقاط الأسباب اللي تسببت في ضعف شخصيتك. علشان كده حب أبشرك إن الأمر بسيط جدا، وطز في أي حد يقلل من قدراتك، وطز في أي حد مش معترف بإمكانياتك. ويا صديقي العزيز، من النهاردة غير الصفات السلبية لصفات إيجابية، وألقاك في الحلقة القادمة إن شاء الرحمن. أوعى تنسى تشترك في القناة وتفعل الجرس، وكمان تتابعنا على الإنستجرام علشان يجي لك كل الحلقات الجديدة، وشاركها مع غيرك لو كنت مهتم بهذا الأمر. سلام ورحمة وبركة ومحبة عليك أينما كنت.